آلاف المتظاهرين في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية يقررون إنهاء حركتهم الاحتجاجية والانسحاب من هذه المنطقة المحصنة التي دخلها السبت. العراق يشهد أزمة سياسية بعد معارضة الأحزاب مساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي تعيين تشكيلة حكومية من التكنوقراط المستقلين. سنعود من أجل الإصلاح ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، وعند عدم تحقيق هذا المطلب سوف يستخدم الشعب حينئذ كل الوسائل المشروعة التي أقلها الدخول إلى مقرات الرئاسات الثلاث. المتظاهرون تمكنوا السبت بعد إزالة بعض الحواجز الإسمنتية من اقتحام المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة ومجلس النواب وسفارة أجنبية بينها السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية، وسيطروا لعدة ساعات على مقر مجلس النواب.